حريق استوديو الأهرام والديكورات الخارجية زي ما شرحت لنا دكتور نيفين الكيلاني وزير الثقافة. معانا على التليفون المخرج مرقص عادل. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. عامل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. بما انه كله صيام كل سنه وانت طيب يا مرقص من غير استاذ ولا حاجه. انا يوسف انت مرقص كلنا اخوات يعني. اشكرك ربنا يخليك يا رب. احنا مهم عندنا نفهم ايه اللي حصل في الموضوع بتاع الحريق. اللي انا فهمته من الدكتوره نيفين الكيلاني وزير الثقافه انه الحريقه لحد دلوقتي لسه مش عارفين ايه السبب فيها، وانه اللي حصل هو انه الحاره الخارجي هي اللي اتحرقت، وانها كانت معموله من تقريبا 89 من وقت فيلم الجوع. صح. طيب ايه 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 في تصورك ممكن يكون جرى يؤدي الى نشوب حريق بهذا الحجم؟ انا مستوعب انه اكيد كان في مواد قابله للاشتعال، قابله للاحتراق الى اخره. هل كان في مشهد تفجير زي ما اتقال؟ لا لا، هو ما كانش في اي مشهد تفجير ولا حتى مواد قابله للاحتراق في مشاهد حتى قريبه. احنا كنا خلصنا تصوير اليوم ده. اليوم ده اللي احنا في زي ما تفضلت الدكتوره قالت انه في حاره، وفي الناحيه الثانيه كمان في السوق اللي احنا بنينه. مبني على مساحه كبيره جدا جدا جدا. السوق والحاره احنا كنا خلصنا اليوم ده تصوير اصلا في البلاتوهات كمان، ما كناش في السوق ولا الحاره حتى اليوم ده بنصور. فكنا في البلاتو اللي هو قبل ما وصلش اليه النيران يعني. وخلصنا تصوير ومشينا وروحنا، وبمجرد ما وصلت البيت جالي تليفون ده في حريق في الاستوديو. فلفيت ورجعت. النار كانت ماسكه في كل الحاره بالسوق ده بالست عمارات حواليها. وحتى الناس يعني كان في سيارات اطفاء كتيره جدا جدا، ويعني مديريه امن الجيزه بصراحه كانت موجودة بسرعة للإطفاء، ولكن ما قدروش يسيطروا عليها. حصل سيطرة عليها بعد 4 ساعات، يعني فضلت النار موجودة 4 ساعات لغاية ما هديت. يعني كل حاجة بقت على الأرض، مشاعر مختلطة طبعا، ولكن كان أهم حاجة الأرواح. ونفكر الناس طب هل الأرواح يعني كويسة، ما فيش حد اتأذى أو ما كانش معروف النار جاية من الاستوديو للخارج ولا من الخارج للاستوديو. يعني مش معروف العماره هي اللي حرقت يعني ولعت فراحت الاستوديو، ولا من الاستوديو للعماره، انه كمان كان الاستوديو الناس مشيت واتقفل. فمفيش حتى حاجه تعمل الماس الكهربائي. فاهم قصدي حضرتك؟ فاهمك. فاهمك. طيب هل انتوا لسه ليكم مشاهد المفروض انها تتصور هناك ولا هتعملوا ايه؟ يعني صدقني مش ده خالص اللي فكرنا فيه دلوقتي. كل اللي كنا بنفكر فيه انه نطمن ان مفيش حد حصل له اي اذى، نطمن ان كله عدى على خير، نطمن ان الكرو كله كويس، نطمن ان الارواح بتاعت الناس الاهالي منطقه الشارع كويسه. لسه صدقني مطمنين من ساعتين ثلاثه. احنا كنا المنظر لو حضرتك كنت موجود يعني المنظر مهيب. اكيد حضرتك شفت الفيديوهات. شفت الفيديوهات. لا منظر صعب 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 صعب. النار يعني حضرتك واقف في شارع خاتم المرسلين من اوله تحس بالنار يعني. تشعر لا لا الموضوع كان صعب خالص. انت نزلت في ساعتها رحت على طول على هناك؟ اول ما كلموني رجعت على طول على طول، وقعدت لغايه 10 الصبح يعني. فحضرت الموقف نفسه. فضلت اتفرج يعني. في النيران بتحاول والناس بتحاول تطفي والنار، وطبعا يعني طبعا مشاعر بقى يعني برضه هي فيها حته يعني ايه، بتشوف بقى نار بتاكل كل حاجه. من احنا من شهر 8 بنحضر وشفنا وكل ده اتبنى وبنين كل ده ديكورات وحاجات، فشفت بتشوف كل ده بيتاكل. ما بين بقى بتفكر في ده وبتفكر في الناس وبتفكر في اللي بيحصل، يعني مشاعر صعبه خالص يعني. الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله على كل حاجه. لكن بالتأكيد بدأتوا دلوقتي يمكن على الأقل من شوية تبدأوا تفكروا هتعملوا إيه بقى في المشاهد اللي جاية بتاعتكم. يعني ده اللي يعني ده بقى اللي هياخد مننا يعني يومين ثلاثة. احنا كنا الحمد لله يعني في حاجات كتيرة كانت مخلصينها، واحنا في رمضان يعني في خلاص الأيام الأخيرة، ولكن بنقعد بقى بنشوف من كده بحيث إن احنا نحافظ على الموقف ونحافظ على الجودة بتاعت المسلسل، لأنه الحمد لله كان عامل أصداء حلوة في أول 5 أيام. فبنحاول نحافظ على كل اللي جاي ان شاء الله يبقى بنفس الجوده واحلى كمان. الحمد لله ربنا يحفظكم، وباذن الله ربنا يكتب لكم الخير ويتم تصوير المسلسل ان شاء الله على كل خير، ما بقاش فيه اي حاجه تانية. دي كلها عكوسات عكوسات.
ربنا يستر. الحمد لله، ربنا يخليك. الف شكر ليك، كل الشكر لمخرجنا الاستاذ مرقص عادل.